خلاص بليز خلاص، ما صار شيء. بعرف ما صار شيء، بس كتير زعلانة من حالي إني عصبت. وأنا كمان بغار عليك، وأنا كمان لما أسمع أخبار عن هول صاحبتك الدكاترة، واحدة من أمريكا واحدة من مدري وين، كمان بغار. عن جد؟ إيه عن جد. وليه بتغاري؟ شو السبب؟ هيك بلا سبب، بس بغار عليك. معقول بتغاري بلا سبب؟ ليه بتغاري؟ وانت ليه بتغار علي؟ شو السبب؟ انا بغار عليكي لاني بحبك، مشان هيك بغار. ايوه انا نفس الشيء. والله؟ شو يعني نفس الشيء؟ بتعرف شو يعني؟ لا ما بعرف، انت قولي لي. انا ايوه بغار عليك. اها لانه اها بحبك. محروره لك شيء واعي؟ بلا سؤال. لا عن جد؟ قولي يا بعد مره، قولي يا بعد. ما بدي. قولي يا. ما بدي. انا بموت فيك، بحبك، بموت فيك، بحبك بحبك بحبك. الو، في شيء مش منيح بده يصير. مين معي؟ ام نعيم؟ ايه ام نعيم، شكلك ملبكه وما عرفتي تعمل السحر اللي اعطيتك اياه، ورح يقلب عليكي لانه اللي كتب لك بشر كتير كبير، وما رح فيك تظهري من النحس اللي انت فيه. مزبوط مزبوط، انا ملبكه. كيف عرفت اني ملبكه؟ أنا خايفة استعمل الغرض، يعني عم جرب أعملها بس خايفة أعمل غلط مثل ما قلتي لي. منشان هيك بدي تردي كل شيء على الكيس وتجي لعندي بكرة الصبح. ما فيك تخاطري وتغلطي. ما تنسي إنه في عندك بنت صغيرة بين إيديكي، إذا ما خلصتيها لهالبنت ما رح تكبر لارا، ما رح تكبر. خلص أنا بكرة بكون عندك ساعة 9 منيح؟ ناطرتك. هيدي المرة حشية مصاري، لازم نعرف نسيطر عليها كتير منيح. شو ما طلبتي منها بتعمل قد ما طلبتي بتعطيكي. لك الله يخلينا المجانين والمهزوزين، ناطرة يا حرام مهزوزة. قومي جيبي كاتشب، قومي، أكلتي العلبة كلها.